وينضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرز. كريم، بعد التحية، يعني إذا وضعتنا في صورة ملخصة حول ما تم منذ افتتاح المنتدى وما نوقش خلال جلساته حتى الساعة. نعم، نحن في متابعة مستمرة منذ صباح اليوم لليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. ربما كانت الجلسة الرئيسية اليوم هي إنذار للإنسانية وأمل جديد. بالطبع بعد جائحة كورونا، التحول الرقمي هو الأساس في التعامل في كل المعاملات بشكل عام بين الدول أو بين المواطنين بشكل عام. ولكن إذا تحدثنا عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وهو أهمية التعامل بعد جائحة كورونا، وأن منظمة الصحة العالمية قالت أن مصر من أقل الدول إصابات في العالم، وهذه نقطة إيجابية. وأيضا بالإضافة لذلك، وقدرة الدولة المصرية على العمل خلال جائحة كورونا، بالرغم من يعني أن معظم الدول بالفعل قد توقفت عن العمل. ولكن لنتحدث أكثر عما حدث أيضا خلال الجلسات. الجلسات أيضا كانت تتمحور حول التنمية المستدامة، كانت تتمحور أيضا حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. كان هناك أيضا جلسات متعلقة بالمبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة، مثل مبادرة حياة كريمة كما ذكرنا. وأيضا على مدار اليوم رأينا الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها خلال اليوم الأول في مركز المؤتمرات، مثل ارتداء الكمامات، وأيضا التوجيه دائما بالتباعد الاجتماعي، وأيضا وجود الروبوتات الآلية لتوزيع الوجبات، وأيضا توزيع الأدوات الخاصة بالتعقيم. إذا تحدثنا أيضا على هامش المنتدى وداخل مركز المؤتمرات، هناك عدد من الورش وعدد أيضا من المتاحف، إذا جاز التعبير. هناك متحف خاص يتم افتتاحه بالفعل خاص بحياة كريمة، ويتم عرض مجسمات مصغرة لما حدث لحياة كريمة والإنجازات التي قامت بها حياة كريمة على أرض الواقع. وأيضا هناك أجزاء خاصة بالتراث الخاص بسيناء والنسيج السينائي والأصل السينائي، وأيضا جزء خاص بمعرض تراثنا لعرض هذه المنتجات. دعنا نتحدث الآن عن كيفية ربط منتدى شباب العالم ومبادرة حياة كريمة. الآن معي ضيفي على الهواء الآن الدكتور محمد ترك، وهو منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية. برحب بحضرتك يا فندم. مرحبا بحضرتك. خلينا نتكلم عن كيفية ربط المنتدى بمبادرة حياة كريمة. ما الهدف من ذلك في بداية الأمر؟ منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة بعد النسخة 17 و18 و19 بيطل علينا المنتدى السنة دي في النسخة الرابعة لعام 22. طبعا منتدى شباب العالم هو في الأول هو منصة حوارية جامعة لكافة شباب العالم من 196 دولة على مستوى العالم، بنراعي فيه البعد المحلي المصري والتواجد العربي والبعد الأفريقي، ثم التواجد العالمي لشباب من كافة بلاد العالم. المنتدى السنة دي هيتطرق لأكثر من موضوعات بيلح عليها العالم الآن، العالم ما بعد كورونا، وتكنولوجيا الأسواق الناشئة والتكنولوجيا المالية، جيل زد اللي اتنشأ في الكورونا وإيه أفكاره وإيه تطلعاته. دلوقتي بعض الورش وبعض الجلسات اللي تتكلم عن الأمن المائي وإحياء مناطق الصراع، بعد إحياء وإعمار المناطق اللي فيها صراع. المنتدى السنة دي هيكون في حالة زخم وإسراء فكري وفي إسراء ثقافي متمثل في مسرح شباب العالم. طبعا على رأس كل هذه الورش والجلسات والمبادرات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي المبادرة الأولى أو المشروع الأول لحقوق الإنسان على مستوى العالم الآن، ودي اللي بتستحوذ على نصيب كبير من الاهتمام، وفي أكتر من مجموعات وجاليات سواء عربية أو عالمية أو في قارتنا السمراء مهتمين بالمشروع القومي حياة كريمة اللي بنستهدف فيه من خلال مبادرتنا الطموحة من 55 ل 65 مليون نسمة. دكتور،
دكتور محمد، يعني إذا تحدثنا كمان عن الورشة الخاصة بحياة كريمة، وهناك متحف خاص لعرض هذه الإنجازات بشكل عام، ولكن أكيد هناك مشاركة للشباب وأراء سواء للشباب المصريين أو حتى الوفود الأجنبية، كيف تفاعلوا مع هذه المبادرة وما أرائهم، خصوصا في فكرة يعني تبادل الثقافات أو فكرة تبادل نقل الأفكار من هنا لهناك وتطبيق فكرة حياة كريمة في أماكن أخرى؟ حاجة سريعة كده أحب أذكرها، الشباب المصري هو صاحب فكرة المنتدى، والشباب اللجنة التنظيمية بجانب الشباب المصري المشارك كحضور، الشباب المصري المشارك كحضور بيثبت كل مرة ان هو مسؤول ومسؤول عن تحسين صورة بلده، هم مشاركين معانا كشباب مسؤول في اجراءات التنظيم، وان هم بيحاولوا يستقبلوا الضيوف، وده طبعا عادتنا كشعب مصري مضياف. بالنسبة لحياة كريمة، هو كانت الورش التحضيرية للمنتدى اللي سبقت المنتدى ايام السبت والحد الماضيين، كان في بعض الرؤى وبعض الافكار وبعض الاراء اللي تقدمت من شباب مصر ومن شباب على مستوى القارة الأفريقية والشباب العالمي، اتعملت من الورش ديت مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء، تجمعت واتعملت توصيات للإدارة المنتدى بحيث يغطي في الجلسة الختامية بإذن الله كنتاج عمل الورش والجلسات حياة كريمة. شكرا جزيلا دكتور محمد ترك على هذه المعلومات الوفية، يعني وكما شاهدنا ورأينا معلومات خاصة ومختلفة أيضا متعلقة بمبادرة حياة كريمة، والتي شاهدت أيضا مشاركة من الشباب المصري والمجنبي، والذين شاركوا بالأفكار الإبداعية المختلفة التي ستؤخذ كتوصيات بعد ذلك في نهاية المؤتمر. والآن أعود إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا كريم بيبرز على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، وأشكر أيضا ضيفك الكريم.